يعني من وقت يلي تجوزنا ما اشتريت ولا قطعة جديدة، والله مليت من تيابي، معلش تعطيني اشتريها للكنسة؟ والله اللي بيسمعك بيقول انه صرنا متجوزين 14 سنة وانا ماني شاري لك تياب. كل اللي صرنا متجوزينهم 4 سنين، يعني غراضك تبع جهازك لساتهم جداد بكياسهم فوق، موضتهم ما راحت 4 سنين بس. ايه بس انا بدي اشتريها للكنزة. وانا عم اقول لك هلا مو وقتها. لك انا مالي عم صدق، انا بوقف طول النهار على رجلي محاسبة بمحل بيع عصير مشان لما افتح جزداني الاقي فيه قرشين اشتريها اللي بدي اياه. ما بدي اياك تعطيني راتبك وما بدي تصرف علي، بس لا تاخذ راتبي. شو هي نغمة جديدة عم بسمعها؟ ايه نغمة جديدة، وانا ما عاد اعطيك معاشي. اسمعيني منيح، انا لما عم باخذ معاشك عم برضه لحتى اشتري لك اكل وشرب، مو مشان احطه بجيبتي، ولا كمان حقك لك ما بدك تدفعي حبيبة قلبي؟ لك انا مرتك مرتك، يعني انت مجبور فيني، مجبور تصرف علي، ما بكفي حارمني الخلفة مشان ما تصرف على الولد؟ خلص خلص ها؟ لا خلقي منك، قومي هيك، وسختيني تضربي. وانا كثير 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 انبسطت بشوفتك اليوم. ايه بجي، بس وين ساكنة؟ جوزي؟ لا ما بيقدر والله، لانه عنده كتير كتير شغل. خلص بجي انا لحالي، ما في مشكلة، ما في فرق بيناتنا. ايه خلص، لكن بكرة على الغدا بشوفك ان شاء الله. ماشي حبيبتي، يلا باي باي. شبنا ميساء، شايفك كأنك خجلانة ما عم ترضي تاكلي منيحة. لا عم باكل كتير طيبين، سلموا ايديكم. صحتين وهنا. ايه ميساء، ما قلتي لي جوزك شو بيشتغل؟ ايه جوزي موظف بدائرة حكومية اسمه مراد. مبسوطة بزواجك؟ بصراحة انتو رفقاتي ما رح خبي عليكم، يعني انا ومراد تجوزنا هيك زواج تقليدي، خطبة اهل، يعني ما كتير متفاهمين على امور الحياة اليومية. وغير هيك هو موظف حكومي، يعني نمطي وروتيني وعملي كتير. مع انه انت كنتي ايام الجامعة بنت حيوية وطموحة وبتكرهي هذا الروتين. صحيح، وحتى كل دكاترة الجامعة كانوا يضربوا المثل فيكي على نشاطك. ايه صح، انا هيك طبيعتي، بحب اعيش كل يوم بيومه، ما بحب افكر ببكره. وشلون قادرة تتفاهمي مع زوجك اذا هيك؟ يعني بصراحة نحن عايشين مع بعض نواجب مو اكثر، لانه اي موقف صغير وبسيط بصير بيتحول لخناقة. ايوه يعني انا اسف، مثل شو بتتخانقوا؟ على شو يعني؟ يعني للصراحة مراد إيده كامشة شوي، يعني هو حدا ما بيحب البعزة أو الصرف يلي بلا طعمة. واحد زائد واحد عنده يساوي اثنين، لهيك منلاقي صعوبة بالتواصل بيناتنا. طيب أنت مرتاحة بشغلك؟ يعني ماشي الحال، هذا المتوفر حالياً. حبيبي فراس، ليش ما بتشتغل عندك بالشركة؟ بلكي بيتحسن وضعه وبصير مستقلة. ليش عندك شركة؟ أنا مدير شركة كبيرة، شركة مقاولات. يعني هي الشركة لإلك؟ لا، لبابا الشركة، بس هو مسلم فراس كل شيء لأنه قد المسؤولية بتعرفي. أيوة، طيب وانتي مروة ما بتشتغلي فيها؟ اشتغل ليش لا اشتغل، اذا كل شيء واصل لعندي وعايشه ملكه. شو بدي اقول لك ميساء، هلا بس نخلص اكل بركي بتعطيني رقمك لسيفو عندي وبتمري لعنا بكره على الشركه، بنلاقي لك هيك وظيفه حلوه ومحترمه مثلك ان شاء الله. ميساء حبيبتي انا رح اقوم خليهم يحطوا العصير، انتي كلي وخدي راحتك. عن اذنك. اذنك معك. ميساء قربي شوي لعندي.
غربي بدي احكي معك كلمتين. بتعرفي انه لساتك حلوه مثل ايام الجامعه. شكرا. شوفي ميسا، انا عاوزك بموضوع كثير ضروري ونحن لازم نلتقى، بس بدي منك ما بتجيبي سيره لمروه بالمره، فهمتي؟ خير شوفي. خلص اعملي مثل ما عمل لك، وانا بكره ببعث لك مسج وين بدنا نلتقى وبنحكي، اوكي؟ بنت الكلب قالت لي انه هي بالنادي وهي مع هذا الساقط الحقير في راس بيت على الاوتيل. تجيب مصاري؟ من وين عم تشتري غراض وتصرف وتتبهنك؟ يعني مهما كنت مقصر معاها ولك هذا ما بيعطيها مبرر انها تخونني؟ لك الخيانة جريمة جريمة. شو؟ عجبوكم الصور حلوين؟ أنا عجبوني، أنتوا عجبوكم؟ عم تخوني يا فراس؟ عم تخوني لي يا فراس؟ ولك كذب! هذا الحكي كذب! لا تصدقيه! ميساء، ميساء كان بدها مساعدة مني، طلبت مني شوية مصاري وأنا رحت أعطيتها إياها. هي القصة كلياتها، لا تصدقيه مثل ما عم حاكيكي! ما شاء الله عليك، والمصاري ما بينعطوا إلا بفندق خمس نجوم. ما بنعطوا بالسوق، ما بنعطوا بسيارة، ما بنعطوا بالشارع، ما بنعطوا بمحل عام. سبحان الله. ولك انت شو عم تحكي؟ شو عم تحكي؟ ولك عرفان حالك مين انا؟ ولك عرفان حالك شو مكانتي بهذا المجتمع؟ بدك تدير بالك على حالك، لا يطق لك شي عرق، لانه هدول الصور اللي انا فرجيتك اياهم هني اقل ب 100 مرة من الصور اللي لسه ما فرجيتك اياهم بقلب الغرفة. وفي فيديو، في فيديو للحالة الرومانسية انت والمدام بقلب الغرفة، بس انا ما حبيت فرجيهم لمرتك منشان حالتها النفسية ما قطت عليها. ولك خراس، ولك خراس حاجة تخبص. ولك عم برجع وقول لك ما بتعرف مع مين عم تحكي، ولك ما بتعرف مين انا، ما بتعرف قديش ضليت اسس لحتى اوصل لهي المرحلة اللي انا فيها. جاي هلا بلحظة واحدة تنسى علي كل شيء. منشان شو؟ منشان نزوة! نزوة! ولك ايه؟ نزوة! أي رجال بيغلط وخلصت، خلينا ننساها، وأنت لازم تنسيها! طبعاً 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 لازم تنسوها، أنا بالنسبة لي نسيتها كمان، بس بدكم تعطوني حق مصاري، حق لهي النزوة، حق اسكوتي عنا لهي النزوة. ما راح كتر المبلغ عليك، بدي 100 مليون. بس هيك كثير؟ لا لا ابدا، هذا المبلغ مو كثير على واحد مقدر مثلك له مكانته بالمجتمع، وصار له زمان عم ياسس هي المكانه اللي ممكن بلحظه يخسرها لما بدي انشر الفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي. خلاص خلاص، المبلغ اللي بدك اياه رح تاخده، بس بدك تخرس وتسد امك. فهمت؟ فهمت. عن جد هلا كبرت بعيني. لك تفوق تفوق يا بلا اخلاق وبلا شرف، لك عم تساووا بأخلاقكم. لحظة بس في عندي تليفون مفاجأة، مو
مفاجأة لك أنت تحديداً، لأنك أنت ذكائك مو طبيعي، تاجر ذكي جداً، ناجح بعملك بأشغالك. كيفك ميساء؟ حبيبة قلبي الخطة نجحت والمصاري رح يكونوا معي هلا، ورح أجي لعندك ورح أعطيك نصه ورح آخذ نصه. يلا حبيبتي يلا، لا تاكلي هم، لا تاكلي هم، جاي لعندك. يلا باي، الله معك. روح روح روح، هاد المصاري روح روح، لا تخلي أعصابي تفلتها. شايفة يا عمري؟ شايفة صورك مع أحلاهم أنت وحبيب القلب فراس؟ شوفي شوفي مع أحلاكم، كتير منسجمين مع بعض. على قد مو حلوين الصور، قبضت حقهم 100 مليون ليرة سوري، تخيلي 100 مليون وضلت معي نسخة من الصور. ما في داعي، ما في داعي تبرري أبدا أبدا أبدا. أنا كتير متفهم الموضوع ومتقبل الموضوع بصدر رحب. ليش عم تطلع فيني؟ مستغربة من موقفي؟ على فكرة مو بس أنا دريت، كمان مروة دريت. لك مروة؟ مروة رفيقتك؟ مرته لفراس؟ حذري شو عملت مروة؟ زعلت، بكيت، انقهرت، قامت قلعته لفراس وسحبت منه كل الميزات اللي كانت عاطيته إياهم، بيت، سيارة، شغل، يعني هدول المصاري اللي كان عم يعطيك اياهم منها اخذته وكبته بالشارع. انت شو بتحب يعمل فيكي؟ افضحك؟ طلقك؟ كبك بالشارع ولا شو؟ بوس ايدك تسامحني، بوس ايدك تسامحني، انا والله العظيم ما كان قصدي. انا كل شيء كان بدي اياه بس شوية حنان، شوية اهتمام بس. خلص طمني بالك، طلاق ما رح طلق تكرم عينك. خلص حذري، انا شو رح اعمل؟ انا عم فكر، او لقلك ما عم فكر، انا قررت اني اتزوج عليكي صبيه كتير حلوه وسكنها معيكم بالبيت هون، بس انتي بتعدي خدامه عند صباطي وصباطها، لانه انا بدي اتنعم واصرف عليها من المصاري اللي قبضته من حق صورك، وانت بتعدي بالمطبخ بتنامي جوا، بعطيكي فرشه وبطانيه مشان ما تبردي. حرام حرام، القرار عندك، انت اختاري. بدك هيك انا موافق، بدك بفضحك بفضحك، بدك زدتك بالشارع لزدتك بالشارع، لانه هذا مكانك. القرار عندك حبيبتي. باي باي يا احلى خاينه بالعالم، باي. Oh!